حقيقي يعني احنا لو عشنا مع حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة هنسعد والسلام. في الدنيا وفي الآخرة، ونفسي حياتنا كلها تبقى على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله والله عليه يا وسلم. أستاذة لميا، لو مشينا على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته، والله ما هيبقى في مشكلة بين زوج وزوجها والعكس. لو مشينا على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أولاده، ما فيش بنت هتطلع عقل أمها أبدا. لو مشينا على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع جيرانه، والله ما هنلاقي مشكلة بين جار وجاره. لو مشينا على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصدقائه في نطاق العمل وأصحابه، والله ما هنلاقي مشاكل في الشوارع والطرقات ليل نهار. لو مشينا على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله حتى مع أعدائه، مش هنلاقي قضايا ولا محاكم. إزاي نتمثل أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي يومنا كله من أوله لآخره يا أستاذة لميا يكون على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحى من النوم بدل ما أمسك الموبايل أمسح وشي كده بيميني، أمسح أثر النوم زي ما كان بيعمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. إزاي أدخل دورة المية على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي أطلع من الحمام على هدي سيدنا النبي برجل اليمين وأقول غفرانك؟ إزاي لما أجي أكل أكل على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بإيدي اليمين وأقول بسم الله وأكل مما يليني، وما أحطش إيدي في وسط الطبق علشان ده المكان اللي بتنزل فيه البركة؟ إزاي لما أشرب أشرب على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله، ويجي الطب الحديث دلوقتي يقول لنا ان دي امثل طريقه لصحه الكبد صحيح؟ دلوقتي ان اشرب على 3 مرات؟ ازاي امتثل هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه في افضل لبسي الصلاه وانا نازل والسلام. للشغل؟ البس الكم اليمين والرجل اليمين والشراب اليمين والجزمه اليمين عفوا. ازاي ابتدي حياتي كلها بهدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي وانا خارج من بيتي اقول دعاء سيدنا النبي عشان ربنا ده يحميني؟ احنا لازم بسم نعمل الله سلسلة حلقات. توكلت. بالظبط. والله تسمحي لي في دقيقة؟ اتفضل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يبعت لي ملك يقول لي مبروك عليك الهداية والوقاية والكفاية والتوفيق. إزاي أمشي في الشارع وأعيش مع الناس ببسمة تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ إزاي لما أقعد قاعدة في الشارع مع أصحابي في الشغل أيام ما يكون لساني شغال بالاستغفار؟ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده. إزاي لما أرجع بيتي أرجع ببسمة وبوش بشوش لأولادي، وادخل واقول السلام عليكم، الملائكه ترد عليا والشياطين تجري من البيت علشان مش ندخل ناكل في بعض زي القطه والفار؟ ازاي لما ادخل بيت اقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا؟ ازاي لما انهي حياتي مع اولادي ادخل على الفراش وانام على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على جنب اليمين واقول دعاء النوم، تبقى حياتي كلها شبه حياه سيدنا النبي عليه صلى افضل الله عليه الصلاه وسلم؟ والسلام. شوقتني ربنا ان انا اعمل يجمعنا سلسله حلقات عن الكلام ده، إن شاء وهنعملها الله. ان شاء الله.